يزيد كغير الناس له عليه، لكنه أمير المؤمنين ارتضى الله المبايعوه. أما أبوه معاوية فرجل صاحب رسول الله، صاحب رسول الله، كتب الوحي بين رسول الله، خال المؤمنين، أمير المؤمنين، لا يقدح فيه ولا في صحبته ولا يتهم شيء إلا منافق معلوم النفاق في قلبه مرض. ولهذا قال أو على الهاتف معنا الآن الأخ أبو سفيان من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة فضيلة الشيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول. تفضل. نعم، ما هو ردكم على الشيخ الكبيسي الذي وصف معاوية ويزيد بأنهما نواصب ولا يجوز موالاتهما؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما قولك في مسألة أن الله سبحانه وتعالى فوق في السماء، وأنه في أحد الكتب قرأت أنه يشير إلى الله أنه في السماء، وأنه ينزل من العرش دون أن يخلو منه العرش؟ السؤال الثالث فضيلة الشيخ، ما هو قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من ها هنا يخرج الفتنة، وأشار إلى جهة نجد، وقال من ها هنا الفتنة وأشار إلى بيت عائشة، كيف يفسر هذا الحديث؟ والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، شكرا لك عزيزي. أبو سفيان سماحة الشيخ، ردكم عموما على كل من انتقص من صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتحديد معاوية رضوان الله؟ أولا، أصحاب رسول الله هم خيرة الخلق، اختارهم الله نسبة نبيه ودينه، قال وهم جميعا على خير ولهم متفين فضل. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبلة وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الحسنى. فالترضي عنهم ومحبتهم دين، لأن الله أثنى عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. أما معاوية بن أبي سفيان فهو أمير المؤمنين وخال المؤمنين، كاتب الوحي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثق به الصديق وعمر وعثمان، وولاه الشام بعد موت أخيه يزيد، فجمع العمر بين أمر الشام كلها، واستمر في الأمر 40 سنة ما بين خليفة وما بين والي للخلفاء. أمير المؤمنين معاوية عرف التقوى والحلم والفقه عرف بكل خصال حميدة، عهده عهد زاهر، حتى قال بعضهم: لو رأيتم عهد معاوية قلتم هذا المهدي، لما فيه من الخير والصلاح والتقوى والجهاد في سبيل الله. هذا الرجل عانوا على الأمة، ومن فضلائهم وفقهائهم والفتوى منهم. كتب كاتب صباح هذا اليوم يقول في كتابته: إني أشك في إيمان معاوية، وأشك في إسلام معاوية، ويتهمه بالنفاق والكذب. وهذا والعياذ بالله مقالة إما أن يكون جاهلا، وإن يكن عن علم فأظنه غير مسلم، أظنه غير مسلم. لو كان في قلبه مثقال ذرة إيمان لما قال فيه وما قال. فالقادح معاوية وفي ابنه القادح معاوية قادحون في غير محله، ظالم أنفسهم. يزيد ابنه يزيد أمير المؤمنين، وإن يكن ما يكون عليه لكن أمير المؤمنين، وله مواقف طيبة، غزا الصائبة في عهد أبيه، غزا القسطنطينية، وكان في ضمن جيشه أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدح فيه وأخذ آراء الأعداء والخصوم فيه هذا من الجهل. بل نعمل نقول يزيد كغير الناس له عليه، لكنه أمير المؤمنين ارتضى الله المبايعوه. أما أبوه معاوية فرجل صاحب رسول الله، صاحب رسول الله، كتب الوحي بين رسول الله، خال المؤمنين، أمير المؤمنين، لا يقدح فيه ولا في صحبته ولا يتهم شيء إلا منافق معلوم النفاق في قلبه مرض. ولهذا قال الله عن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم،
ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذا سبوا معاوية وسبوا أصحاب رسول الله وقدحوا فيهم وتنوا شيخ الإسلام ابن تيمية بالقذف والكلام السيء ودعوة الشيخ الإسلام رحمه الله وأساءوا الظن بها، بل تعدى ضرب حتى البخاري ومسلم وأئمة السنة قدحوا فيهم وقالوا فيهم ما قالوا، لأن هؤلاء ليسوا بمسلمين على منهج ضال ومبدأ سيء. فنحن نحب معاوية ونلعن من قدح فيه ونعتقد خبثه وضلاله وأنه عاصٍ لله مخالف شرع الله مخالف لإجماع المسلمين، هذا هو اللي نعتقده. فالواجب على المسلمين تعظيم أصحاب رسول الله ومحبتهم وعدم الغلو، وإنما نحبهم ونواليهم لمحبة الله ورسوله وجهاد في سبيل الله وتحكيم الشريعة وقيام الواجب. فمعاوية رجل صالح أمير المؤمن، اتفق المؤمنون على ولايته وتنازل الحسن رضي الله عنه عن طوع واختيار منه ورضي به المسلمون واطمأنوا إليه وأقروا له بالولاية وعلموا صلاحه وتقواه، وكان بارا بأمهات المؤمنين محسن إليهن إحسان عظيم، وكان معظم الصحابة ومنزل لهم منازلهم رضي الله عنه وأرضاه جزاكم الله خير سماحة الشيخ. في دقيقة أخيرة تبقت لنا في هذه الحلقة نتناول سؤال أبي سفيان من العراق، قال ما قولك في مسألة أو ما قول سماحتكم في مسألة أن الله أو من يقول أن الله فوق في السماء وينزل من العرش دون أن يخلو العرش منه جل وعلا؟ نعم، نعتقد أن الله عالي فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه ينزل إلى سمائه كل ليلة نزولا يليق بجلاله، لا نقول خلع عرش ما خلا، بل نقول نزولا يليق بجلاله لا نستكيه، ليس كمثله السميع البصير، فهو علي في دنوه ودني في علوه، ولكن نزوله لا يخل بشيء من علوه، فله الحكمة البالغة والقدرة النافذة جل رب وتقدس إله ومعبوده. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدين.